بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدا وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركه. نرحب بكم في انطلاقات هذا الصباح ومنافسات سن الثنايا والاشواط الخاصه بالانتاج والمنتجين. على بركه الله ينطلق رابع اشواطنا في هذا الصباح، شوط خاص بالقعدان. نبدا مع هذه المسيره، نتابع هذه الانطلاقه ونفرج هنا على اول المراكز. سعيد بن ناصر بن سعيد الشيبه ينطلق بالبدايه والصداره، بينما اتابع هنا اتابع دبل مبلش محمد بن حمد بن عبد الله الزعبي القادم في هذه اللحظات مع ثاني المراكز. ثالث الاسماء وصول من الحاصل، راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يتقدم مع ثالث المراكز. ورابع الاسماء وتابع سراب سلطان بن مبارك بن ناصر بن محمد ال خليفه يتقدم في هذه اللحظات مع رابع الاسماء. خامس الاسماء وتابع من الجانب الاخر، هناك شايع هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري القادم مع خامس المراكز. هذه الاسماء مشاهدينا الكرام، ولكن العودة هناك مع البداية مع شعار الزعبي. ينطلق مشاهدينا الكرام دبل مبلش محمد بن حمد بن عبد الله الزعبي هنا على البداية على مقدمة الشوط مع هذه الانطلاقة مع هذا التحدي مع مبلش. من يتقدم على الجميع؟ من ينطلق بالصدارة؟ بينما أتابع ثاني الأسماء وصول من الحاصل يتقدم مع ثاني المراكز. راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يتقدم مع الحاصل، بينما أتابع القادم وصل الباسل راكان بن جار الله بن سالم بن مسعود بشريدة يتقدم مع ثالث المراكز. شعار بشريدة القادم في هذه اللحظات مع الباسل، بينما أتابع الأسماء هناك رابع المراكز. من يتقدم والقادم في هذه اللحظات؟ هنا وصول من سراب سلطان بن مبارك بن ناصر بن محمد الخليفة يقدم سراب في هذا الاندفاع في هذا التحدي، ولكن وصل ظبيان. شعار بن حلفان يتقدم مع ظبيان وماركة ظبيان هنا بشعارك يا سالم يا بن علي يا بن سعيد يا بن حلفان. من يتقدم مع خامس المراكز في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام؟ هذه الأسماء، هذه الشعارات المتواجدة في منافسات سن الثنايا في انطلاقات أشواط الإنتاج والمنتجين. ولكن هناك الأمور مع الصدارة تغيرت مشاهدينا الكرام، غير الحاصل، غير على صدارة الشوط بشعار راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. هنا مع البداية والصدارة يتقدم الحاصل ليحصل بناموس هذا الشوط. الله، شعار معراض، شعار راعي معراض دائما يقدم لنا الأسماء، المهتم دائما بالإنتاج. هنا مع الحاصل يتقدم على الصدارة بالبداية أبو ناصر، هنا مع أول المراكز راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، بينما أتابع القادم مع ثاني المراكز. الله يا الزعبي، دبل مبلش هنا يتقدم مع ثاني المراكز محمد بن حمد بن عبد الله الزعبي مع ثاني المراكز.
بينما أتابع شعار بوشريدة مع الباسل مع ثالث المراكز راكان بجار الله بالسالم بن مسعود بوشريدة. ولكن شوف القدوم القادم في هذه اللحظات، وصل الشايع هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري بدأ بالاقتراب، وهنا ظبيان وشعار بن حلفان القادم مع خامس المراكز سالم بن علي بن سعيد آل بريص المري يتقدم مع خامس المراكز. الأسماء الشعارات قادمة مشاهدينا الكرام، ولكن العودة العودة مع الحاصل الحاصل على الصدارة على مقدمة الشوط. هنا ينطلق مشاهدينا الكرام يقود هذه الأسماء الحاصل بشعاري راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي مع البداية والصدارة. الله الله، ولكن أتابع التقدم من دبل مبلش محمد بن حمد بن عبد الله الزعبي القادم مع ثاني المراكز، ولكن أتابع شايع وصل وانطلق غير مع ثاني المراكز هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري يشكل الخطر القادم في هذه اللحظات. شايع وهنا وصلت الى اسماء. وتابع ظبيان عبد الله بن محمد بن عبد الله بن انديله القادم مع هذه اللحظات. شعار بن ثلاب يصل في هذه اللحظات، وصلت الى اسماء. والقادم مهاجر سالم بن راشد بن سالم بن دوحة يصل في هذه اللحظات. الله 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 يا الأسماء الله يا الشعارات. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود مع الحاصل على الصدارة على مقدمة الشوط الحاصل بناموس هذا الشوط إلى هذه اللحظات. ولكن شوف شايع بدأ بالاقتراب القادم في هذه اللحظات بشعاري هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري. الله الله الله، ولكن غادر بو ناصر غادر مع لوحة 1200 الحاصل يغادر الجميع. ينطلق مشاهدينا الكرام بناموس هذا الشوط. هنا الحاصل راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، بسم الله ما شاء الله على هذا الأداء والأداء التلقائي بدون أي توامر. الحاصل على الصدارة الحاصل بهذا الناموس المنطلق بهذا الشعار. الله 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 يا أبو ناصر، مشكور على هذا الأداء وهذا التقديم المميز. هنا نتابع الحاصل في أشواط الإنتاج يتقدم ينطلق بناموس هذا الشوط. راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يصنع هذا الفارق الكبير ما بينه وما بين بقية المراكز. الحاصل يعلن أيضا هذا الناموس، يعلن هذا التحدي وهذا الانتصار بدون أي توامر بدون أي تعليمات. عصاته في بطانه. الله، سلام وناموس لهالي الجميلية على هذا الأداء والانطلاق، واسعد الله صباحكم على هذا الانتصار وهذا الناموس مع الحاصل بناموس هذا الشوط بدون أي تعليمات بدون أي توامر. مشكور يا أبو ناصر، مشكور على هذا الأداء وهذا الإنتاج المميز. دائما مشاهدين الكرام هنا بشعري راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي الحاصل، والحاصل على ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، من صنع هذا الفارق الكبير. ثاني المراكز كان الوصول مشاهدين الكرام من الديبل سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد آل بخيت. ثالث المراكز وصل مهاجر سالم بن راشد من سالم من الدوحة. رابع المراكز كان الوصول وصل شاهين ناصر بن جار الله بن سالم بن جار الله المري. خامس المراكز وصل مشاهدين الكرام شاهين عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. تابعنا الحاصل صاحبي ناموسي هذا الشوط، نتابعه
من خلال هذه اللحظات والإعادة والتوقيت الزمني مشاهدينا الكرام. 9 دقائق 27 ثانية، 49 جزء من الثانية الحاصل، والحاصل بناموسي هذا الشوط الثانية لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي على هذا الفوز والانتصار بأداء تلقائي، بأداء مميز، كان حاضرا الحاصل بناموس هذا الشوط. ثاني المراكز من ايضا وصل مشاهدينا الكرام الديبل سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد ال بخيت ب 9 دقائق 36 ثانية، 39 جزء من الثانية. ثالث المراكز كان الوصول من مهاجر ب 9 دقائق 36 ثانية، 82 جزء من الثانية. الثانية لسالم بن راشد بن سالم بن دوحة، تهانينا والناموس للجميع.